السلام عليكم ومرحبا بكم ديما في القناة مع الشيف دحمان للطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة كما عودناكم دايما مع الوصفات كما شفتوا في العنوان وكما شفتوا في الصورة المصغرة. لا فيديو تاع اليوم راح يكون سبيسيال، راح ندير لكم بيتزا واعرة تتحدوا بها المحلات. البيتزا راح تكون سومي اللي راح تكون تحت الميجا بيتزا كبيرة ما شاء الله بطريقة رائعة خفيفة وظريفة، ولاباط اللي راح تكون جديدة عمركم وإلا شفتوها صوص طوماط ما شاء الله. تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر. قبل ما نبداو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هكذا مباشرة نروح نعرفكم على مقادير الوصفة وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. كما راكم تشوفوا هنا نجي نعرفكم على مقادير الوصفة في البيتزا تاعنا. واش الاساس تاعها؟ الاساس لاباط وصلصة الطماطم، هذه هي. بالنسبة للخير اللي ديروه من الفوق كل واحد يدير واش يحب. اللي يحب الدجاج يدير الدجاج، اللي يحب فيونداشي يدير فيونداشي، اللي يحب مرقاز، اللي يحب الطون، اللي يحب تروا فروماج، اللي يحب شامبينيون بولي فيمي فروي دمر الى اخره. كاين بزاف بيتزات، هذه هي. حنا الفيديو تاعنا وشنو الاساس تستافدوا من هاد لاباط، لانه هاد لاباط جديده ونتحدى اي واحد فيكم يكون شافها ولا عطاها لكم اي واحد. هذه الوصفه حصريه تاع خوكم دحمانوس، راح يفيدكم بها نتوما اللي راح ديروها. كي ديروها في الدار الا ما بهرتوش بهم العائله راني هنا، اكتبوا لي في لي كومونتير وراح نعطي لكم الصلصه تاع الطماطم اللي تجيكم بنينه. ما عندي ما نقول لك، هاد لا فيديو تبعوا خطوه بخطوه، راح نعرفكم على مقادير تاع لاباط ونوري لكم الطريقه كيفاش ديروها. والصوص طوماط تاعنا هنا نجي نبدا لكم بالصوص طوماط باش نحطوها طيب. هنا في لاصوص طوماط تاعي واش عندي؟ عندي زوج حبات طوماطيش طايبين وكبار قطعتهم مربعات، عندي حبيبه تاع بصل صغيره قطعتها اشي، حبه تاع زروديه رابيتها، عندي زعتره، زوج وريقات تاع الرند، زوج فصوص تاع الثوم، عندي ليزر بروفونس اعشاب عطريه يتباعوا مكونات. عند العشاب يعطيهم لكم باسكو كاين اللي كتبوا لي في لي كومونتير وما عرفوهمش. هما مكونات فيهم اكليل الجبل، فيهم لحبق، فيهم زعتره، مخلطين مكونات يتباعوا بالميزان ولا تلقاهم في لي سوبيرات عادي. نحتاجوا ملعقه تاع طماطم مصبره، فلفل كحل، فلفل عكري، الملح، ملعقه تاع السكر، وزوج ملاعق تاع الزيت. هادو هما المكونات. بالنسبه لاصوص طوماط ندوها طيب حتى تتحمس مليح ونديروا لها نص كاس تاع الماء، نزيدو نخلوها تضرب تغليه. كي نشوفوها طابت واش نديروا لها؟ نطفيو عليها ونخلوها تبرد حتى نص ساعه. بعد ما تبرد نص ساعه نجيبوا لوبرا ميكسور تاعنا ونميكسيوها، هذه هي. كي نميكسيوها كامل واش نزيدوا لها؟ نزيدوا لها شويه اعشاب عطريه، زوج ملاعق تاع زيت الزيتون، ونحركوا. تلقاو لاصوص طوماط تاعكم ما شاء الله تتحدوا بها المطاعم والعائله تاعكم، هذه هي. دوك انا ندي الطوماطيش تاعي طيب ونعاود نوري لكم المقادير تاع العجين. نجو العجينه تاعنا واللي راح تكون اساسيه، انا راح ندير قيس رطل ونزيد نعاود لكم المقادير. قيس كيلو باش الاخوه اللي راهم يتابعوا فينا يخدموا في المطاعم ب 10 كيلو، الوصفه تاع كيلو يضربوها كامل في 10 يتحصلوا على 10 كيلو ويخدموا بها في المطاعم، هذه هي. بالنسبه للمطاعم 10 كيلو تخرج لنا 60 حبه تاع البيتزا، هكذا باش اللي حاب يدير مشروع ولا تكون عنده الفكره من عند خوه دحمانوس. هنا واش راح نحتاجو؟ عندي رطل تاع الفارينه هاوليك مفروغ منه. نجو للماء تاعنا، الماء 200 مللتر، الكاس اللي فيه 220 تنقصوا له كيما راكو تشوفوا. هنايا عندي غازوز ابيض، انا استعملت حمود ابو علم، معليش انتم ماشي شرط حمود، تقدروا تستعملوا 7 اب اللي يكون عندكم. هنا شعل عندي 50 مللتر، هنا عندي الزيت 50 مللتر، حليب 50 مللتر، هنا عندي ملعقه تاع الزبده تكون طريه. الزبده هنا شحال راني وزن؟ 12 غرام، هذه هي. هنا عندي ملعقه تاع الخميره شحال فيها؟ فيها 12 غرام كيما راكو تشوفوا. هنا عندي 40 غرام تاع السكر، هنا عندي صفر تاع الحبه بيض، هذه هي. في الكيلو نديرو حبه كومبليت. هنا عندي ملعقه تاع القهوه تاع الملح معمره مليح فيها 10 غرامات مع فص تاع الثوم، هذه لاباط ما عندي ما نقول لك. دوكا بالنسبه للناس اللي تحب تخدم كيلو، كيلو تاع الفارينه 400 تاع الماء، 100 مليلتر تاع حمود بو علام، 100 مليلتر تاع الزيت، 100 مليلتر تاع الحليب، 80 غرام تاع السكر، 25 غرام تاع خميره، 25 غرام تاع الزبده، 20 غرام تاع الملح، زوج فصوص تاع الثوم، حبه بيض كامله، هذه هي. وبالنسبه للناس اللي تخدم 10 كيلو تضرب المقادير تاع كيلو في 10 وتتحصل على وصفه خطيره. هنا نجيبوا طاس نحطوا فيه جميع المكونات ما عدا 50 مللتر تاع الغازوز اللي نخلوها هكذا باش الغازات ما يروحوش، وصفر البيض. هنا حطيت كامل المكونات بالماء بالملح بالسكر بهذاك الفص تاع الثوم، ملعقه تاع الزبده كامل. نجيب لوبرا ميكسور تاعي ونميكسيهم كامل.
هكا راح نجيبوا ليا اللي نعجنوا فيه. بالنسبه للناس اللي عندهم بيترا يقدروا يستعملوا البيترا عادي في بلادي. هنا واش راح ندير؟ شوفوا الخليط تاعنا، نحطوا كامل المكونات كما راكم تشوفوا. هنا راح نجيبوا 500 غرام تاع الفارينه نحطوها كامل، نجيب هذاك الكاس تاع الغازوز تاعي نزيد نحطه هنا فوق الفارينه، ونحطوا الصفار تاع الحبه تاع البيض. هنا اول حاجه راح نجيبوا طرشونه نحطوها من تحت باش كي نحطوا ليان تاعنا ما يهبلناش. دوكا ما عليكم غير تقشطوا على دراعتيكم كما راكم تشوفوا، تجيبوا صبعتيكم هنايا وتبداو تدوروا هكذا غير بالعقل كلي عندنا بيترا كما راكم تشوفوا هكذا 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 هكذا. دوك لاباط ليه ليه خفيف ظريف تنطم، شوفوا كيفاش تنطم ليه ليه. علاش؟ لو كان راح ديروا الماء هكذا غير بالشيه بشويه على بالي كامل راح تتعذبوا في العجين، سورتو الناس اللي ما عندهمش بيترا. بصح كي تكون المقادير مضبوطه وعلى بالك واش راح دير لاباط جامي ولا راح تهبلك. هذه هي لو كان نكمل نطمها غير بالعقل. شوفوا كيفاش بدات تنطم وحدها تجيكم سهله مهله كما راكم تشوفوا هنا. بعد ما طميت كامل لاباط تاعي شوفوا لاباط تاعنا كيفاش طريه وتجي تقول تتلاصق هذه العجينه جامي ولا تخافوها. دوكا واش راح نديرو؟ نحطوها كيما راهي في البلون طرافي ونجو نعجنوها شويه. هذه هي هنا بعد ما خدمت لاباط تاعي شوفوا لاباط تاعنا كيفاش تجي، شوفوا ما شاء الله كيما راهي. نعاودو نجيبوها لهنا هكذا اوب هكذا خفيف ظريف ورانا كملناها. هذه هي دوكا واش راح نديرو؟ راح نجيب ليان تاعي اللي عجنت فيه نحطو لاباط تاعنا كيما راهي. دوكا واش راح نديرو؟ راح نجيبو طرشونه ماشي بالعاني، خلو لاباط تاعنا حتى ترتاح ونعاود نولي ليكم. لاباط تاعنا بعد ما ارتاحت وخمرت ما شاء الله. دوكا بالنسبه للوزن تاع لاباط شحال راح تلقاوها؟ راح تلقاوها 880 870 890 هذا هو الوزن تاعها. دوكا نجي نعطيكم معلومه، الكميه هذه نتوما في الدار الا درتو سنيوات صغار تاع طرونت راح تخرج لكم 3 بيتزات، الا درتو تاع طرونت روا راح تخرج لكم 3 بيتزات نفس الشيء. دوكا بالنسبه للطرونت ديروا الوزن تاع البوله 260 غرام، بالنسبه للوزن تاع طرونت روا تقدروا ديروا 280 غرام. دوكا هنا واش راح ندير؟ انا قلت لكم راح نديروا السومي، يعني اللي راح تكون تحت الميغا القطره تاعها هنا شحال فيه؟ فيه 41. تسمى البيتزا هذه تاعنا شحال راح تاكلنا؟ 440 غرام. تسمى انا راح نقسمها على زوج. هذه هي. وهنا بعد ما قسمت لاباط تاعي على زوج انا قسمتها وزنها كيما راكم تشوفوا، نحطوا الاولى شحال فيها؟ 442. هذه هي. نزيدوا نحطوا الثانيه شحال نلقاو فيها؟ 442. كيف كيف يعني انا نحب نوضح لكم كل حاجه باش نتوما تولوا محترفين، واللي عنده بروجي ان شاء الله مو يدي هكذا يزيد بالكيلو بالعشرة بالمية. هذه هي ويتكل على ربي. دوكا بالنسبه للعجين كيفاش باش العجينه كي تفتحوها بالحلال تخرج لكم مدوره؟ هذا سر تما لازم تخدموا به. تحكم لاباط تاعك تحكم الجهه اللي تكون ليس، دخل العجينه تاعك كيما راك تشوف لهنايا. هذه هي تروح معاها هكذا غير بالعقل حتى وين نوصلوا؟ نوصلوا للعجينه تاعنا. شو هنايا كي نوصلوها كامل ندوروها، شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله. هذا شوفوا لاباط تاعنا ريحت غير شويه، شوفوا النبابل كي يخرجوا لكم هذا النبابل عارف بلي لاباط تاعك ناجحه وراح تديفلوب لك. هنا واش راح نديروا؟ شويه تاع الفارينه نزيدوا نحطوا فوقها هنا شويه كيما راهي، نزيد الحبه الثانيه نغطيهم نخلوهم يرتاحوا ونعاود نولي لخوتي خياتي العزاز. هذه هي بعد ما خلينا لاباط تاعنا ارتاحت. دوكا انا بالنسبه للحبه الدوزيام عاودت غطيتها مليح ودخلتها للثلاجه. علاش؟ لاني هذوك السنيوات اللي راح نطيبيو فيهم ما عنديش زوج، عندي غير وحده. تسمى هذه كي راح نفتحوها راح نديروها في سنيوه راح تزيد تروبوزي باش الاخرى ما تديفلوباناش ومن بعد تتكروتا لاباط. انا نعطيكم كامل النصائح. دوكا انا هذيك دخلتها للثلاجه، كي نخدم هذيك كي نطيب هذه نعاود نخرج هذيك من نزيد نديرها في السنيوه وراح نزيد نخدمها. هذه هي باش نتوما تدوا الاسرار وتعرفوا كيفاش تخدموا. دوكا شوف العجين تاعنا كيفاش راهو ما شاء الله. نجيبوا شويه تاع الفارينه نزيدوا نحطوا شويه تاع الفارينه هكذا نسقموا هكذا بيدينا ومن بعد نجيبوا الحلال تاعنا ونتكلوا على ربي. بعد ما كملت كامل لاباط تاعي روحوا معها غير بالعقل، جهه بالطول جهه بالعرض باش تخرجوها مدوره كالمحترفين. هنا راح نجيبوا السنيوه تاعنا اللي راح نكيلوا عليها، كي تشوفوا بلي لحقت وديباساتها شويه هنا لافير راهي ما شاء الله. دوكا هنا بالنسبه للناس اللي يحبوا يديروا بوردر فروماج يديروا، اللي يحبوا يخلوها سون فروماج يخلوها سون فروماج. هنا انا نعمر الفروماج تاعي في لابوش ونجو نديرو خفيف ظريف. بعد ما مشيت كامل الفروماج تاعي بلابوش، الفروماج تاعي انا كان يابس شويه عذبني شويه في لابوش
نتوما لازم الفرماج تاعكم يكون مليح طري شويه، تخرجوه من قبل وتزيدوا تعبزوه مليح بيديكم باش يمشي لكم خفيف ظريف في لابوش. دوكا هنا نجو نغلقوا البوردير فرماج تاعنا. راح نجي نشوف، تجيبوا لاباط لهنايا ودوروها، كي دوروها لهنا لازم تلصقوها الاولى، باسكو علاه كي تلصقوا هنا تضمنوا الاولى ومن بعد الثانيه راح تلصقوا غير بعقلكم، ها بيد واحده غير بهاد زوج صباعتين تجيب هاد العجينه لهنا وتلصق، تجيب العجينه هذه وتلصق، تجيب العجينه ديالك وتلصق هكذا باش تروح معاها كامل صاير داير. وهنا بعد ما تورنا كامل لاباط تاعنا بالفرماج، دوكا عادي في بلادي نستعينوا بشي فارينا نحطوا لاباط تاعنا هنا، نجيبوا سنيواش ولاباط تاعكم ترفدوها كيما تحبوا، نحطوها كيما راهي ونبداو نسقموها على حسب السنيوة تاعنا. هذه هي دوكا نسقم كامل لاباط تاعي كما راكم تشوفوا خفيف ظريف، والبيتزا تاعنا راهي واجده على بركه الله. بعد ما حطيت لاباط تاعي كامل في السنيوه شوف كيفاش راهي، ما شاء الله شوفوا البيتزا تاعنا راهي كبيره خفيفه ظريفه. ما عندي ما نقول لكم، انا ماذا بيا تعلموا كامل لي زاستوس باش كي ديروا الحاجه في الدار ديروها بالطبع وتخرج تنافس المحلات او احسن من بعض المحلات، هذا هو الهدف ديالي. دوكا واش راح نديروا لاباط تاعنا، نخلوها تروبوزي شويه ونجيبوا لاصوص طوماط تاعنا ونجوا نتكلوا على ربي كيف كيف. وهنا بعد ما ارتاحت لاباط تاعنا، اول حاجه هذه الطوماطيش تاعنا بعد ما بردت وميكسيتها هنا زدت لها ملعقه تاع زيت الزيتون شويه اعشاب عطريه، لاصوص طوماط تاعنا شوف كيفاش تجي ثقيله ما شاء الله. بالنسبه للزانغريديون اللي راح نديروهم فوق البيتزا قلت لكم ديروا واش تحبوا. دوكا الانسان اللي راه حاب ياكل هذه البيتزا واش راح ندير له، راح ندير له بطاطا كبيره، عندي هنا 100 غرام تاع لافيون داشي، زوج حبات مرقاس، شويه شامبينيون، شامبينيون تسطيوه بالزيت ولا بالزبده وديروا له الزعتره ما شاء الله. هنا عنده شويه في طروا فرماج، شويه كومونبير، شويه غريير مقطع مربعات، زيتون، فلفل خضر، وعندي فرماج شيدر. هذا واش راح ندير له، اول حاجه نوري لكم كيفاش ديروا لاصوص طوماط. تخلطوا مليح، تجيبوا الغراف تاعكم تحطوه هنا في الوسط، تزيدوا تجيبوا غريريف ماشي بالعاني، تزيدوا تحطوه هنا في الوسط. دوكا كيفاش تدوروا لاصوص طوماط تاعكم، تجيب الغراف تاعك تحطوه هنا تابويه هنايا في الوسط، تبدا تدور وتكبر دائره، تدور وتكبر دائره، تدور وتكبر حتى تكمل كامل البيتزا ديالك. هذه هي بالنسبه للطون، انا توجور فين نخدم في البيتزا نديرو توجور تحت الفرماج، علاش؟ باش ما يتحرقش. هذه هي، ولا حبيتو ديروا الفرماج كي تخرج ديروا الطون، نتوما خيروا الطريقه. دوكا نرابي الفرماج، نكمل ندير لافيون داشي شويه شويه شويه، المرقاز نشبعها كامل ونعاود نولي لكم. هذه هي هنا البيتزا تاعنا راهي واجده بعد ما كملت كامل الكارنيت. دوك كي تشوفوا البيتزا هذه كل اللي راكم في المطعم. دوك نجوا للحاجه المهمه، في المطعم عندنا الفور يوصل حتى ل 500 درجه وفي الدار ما عندناش، وبالنسبه للفور تاع المطعم يشعل من الفوق ومن تحت، وحنا الكويزينيير تاعنا الا شعلت من الفوق ما تشعلش من تحت. دوكا وشنو هو الحل؟ لازم تشعلوا الفور تاعكم ساعه من قبل وتخلوه يسخن كامل واش كاين، وهاد السنيوه تاع الشبكه هي اللي راح تساعدكم باش البيتزا تاعكم تخرج بالطبع وتنافس المحلات. دوكا راح ندخلوها الطيب ونعسوها، بعد ما نشوفوها طابت من تحت نطفيو عليها، نشعلوا عليها من الفوق تتحمر. اذا كما راكم تشوفوا خوتي خياتي العزاز، هنا البيتزا تاعنا راهي واجده بعد ما طابت. دوكا واش راح نديروا، راح نجيبوا لارولات تاعنا نقطعوها مربعات ونجو نشوفوها في النتيجه النهائيه. اذا كما راكم تشوفوا خوتي خياتي العزاز، هنا وصلنا النتيجه النهائيه، البيتزا تاعنا راهي واجده. ما عندي ما نقول لك، هنا بعد ما قطعتها شوفوا البيتزا تاعنا كيفاش تجي. دوكا نوري لكم البيتزا تاعنا شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله، شوفوا لاباط تحتها كيفاش تجي طايبه، بيتزا خفيفه وظريفه ما عندي ما نقول لك. الوصفه هذه خطيره، نتمنى انكم تجربوها، وصفه ما عندي ما نقول لك، راني مديتها لكم مع كامل الاسرار. جربوها ورجعوا لي الخبر في لي كومونتير. انا ما بقى لي نقول لكم غير بقاو على خير وتهلاو في روحتكم، الى اللقاء مع وصفات جديده. سلام.